Parce que ça, c'est des fois qui sont vendus pour l'Algérie, ils s'en foutent. En Europe, ils roulent. Pourquoi ils roulent pas ici? باش يضربها ولا تقدر تهضر ولا تكتب قال لي دي مليار دو دولار خسروا مع البرام هذا روكاردي روكاردي قتلوا قتلوا وجعهم اه قتلوا قالوا لنا نرميها في اليوتيوب خو انا نقول لك حاجه ما نعرفش نستعملوا يا اخي ما نعرفش نستعملوا قاسم بالله غير اللي نشوفها ادخل اليوتيوب شوف ما نعرفش نسجل هذوك ماشي ادخل لوساندي اكتب لادا تاع اليوم اكتب لوساندي ترى ما يدخلش لك ان شاء الله ها احنا نديروا ديمو كلي باش اه وي هكذاك ها حنان دي مليار دولار المهم هنا خو دي مليار دولار ما هم لهنا نهضر انا خليها تخرج الهضره هذه
هذه دي مليار دو دولار ما هو لهنايا وقاعد سي لي طراف فيك وقاعد تياكلوا في الدراهم باش وهالكل بلاد سيتي لا بلو بلا ري بوفار تريبولي مستر مستر كريم دو غار اي زون ماساكر كاع لي زاب لي كانوا هنا ان سيك عندهم شفت هذيك لا فيديو تاع لي زرب ما درناها.